انتوا كمان جايين تحاسبوني؟ ده حقنا يا فاطمة، وانتي عارفة كده كويس. احنا استنينا انك تيجي تشرحي، بس حتى ده ما حصلش. اللي بيحصل مش محتاج شرح. طب وفلوسنا؟ ورثنا؟ ورثكم من امكم موجود، ومحدش هيقدر يجي جنبه. ورثنا اللي انتي حرمانة منه؟ انا مش حرمة حد من حاجة، وانا سبق وعرضت عليكي تيجي تشتغلي في ورث جدك، وانتي اللي مرضتيش. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ افرضي انا مش عايزه اشتغل معاكم، يبقى زيك زيه. انا عمري ما هسرق فلوسكم، ولو عايزين تاخدوا من ارباحكم اسحبوا، بس بيع مش هبيع، واللي هيسري عليهم هيسري عليكم. شفتي بقى يا مينا؟ صدقتيني محدش هيحميكي ويقف في ظهرك ولا يجي قدام اي حد يجي على حقك غيري. انا بجد مش فاهمه هي بتعمل كده ليه، وهتفضل تعمل كده كل مره هتيجي فيها تطلبي حقك، وهتظهر على حياتها اكتر وقت. انا بجد ما بقتش عارفه اثق في مين، كل اللي وثقت فيهم خذلوني، حتى اكتر بني ادم حبيته وجعني. أمينة، ما تيجي ننسى اللي فات. سامحي، وأنا وعدك إن أنا هعوضك عن كل اللي فات وهتغير. صدقيني أنت محتاجاني جنبك الفترة دي. تعالي نبتدي من الأول ونرجع لبعض ونفتح صفحة جديدة. والله طول ما أنا عايش مش هخلي حد يلمس منك شعر. سامحي بقى يا أمين. عارف ابتدى يودر شقة فادي الله يرحمه. يعني ايه؟ ممكن ياخد البنات؟ منار! انت رايحة فين؟ أنا حرة، محدش ليه دعوة أنا رايحة فين وجاية منين. اتكلمي معايا كويس، اوعي تفتكري ان اللي حصل ده هيخليكي تلغيني او تتعاملي معايا على اني مش موجوده. انا ما بلغيش حد، انا هقعد مع ابوه في الفندق لحد ما شقه ماما الله يرحمها تخلص. حقك والله، حقك تعملي اللي انت عايزاه، خصوصا بعد اللي عملته فاطمه. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ليه بتتكلم بالاسلوب ده مع جوز بنتك او اللي زي بنتك؟ كنت يا ابراهيم، وكل واحد راح لحاله. لا يا فاطمة، أنا رجعت لإبراهيم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.